وبعدين البساطة إلى سيرجن إلى ماديسون تاني لا 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 رجليك. الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي. 1-0 لصالح الخور. 1-0. السيليه لم يخسر من بداية الموسم. نعتبرها صفر يعني. يعتبرها بيلعب برا ملعبه. ضربة ركنية هيلعب ماديسون. لعبت على طول عالية فوق. الهدف الثاني عملوها. وبرأس عثمان صالح سجلوها. 2-0 للخور. هدف سجل قدم الخور بثاني اهداف اللقاء. سبحان الله سبحان الله. بكتفه الشمال سجلها. و 360 دقيقة 450 دقيقة لم يسجل الخور الا 3 اهداف. سبحان الله. وخلال 47 دقيقة الفريق بيسجل هدفين. الخور ناوي انه يعود لمستواه ويستعيد ذكريات الانتصارات بعدما انهى 5 مباريات بدون ولا انتصار. بداية متعبة وترى مباراة اليوم ستكون اول خسارة، لكن بنقول للخور تكون دافع. بينما داجانو يقول لي اي خسارة يا رجل، اي خسارة يا رجل. داجانو يصر النجم الكبير. ايش ضربة الجزاء، وقلت لحضراتكم قد تكون نقطة تحول. هو ده داجانو. هكذا ودائما يكون زمانه، بتصويبة ولا اروع، بقوة ولا امتع، ودقة ولا اروع. ينجح داجانو باستلام تحت ضغط، بتحضير وتصويب صاروخ رغم حضرة ورقابة سلام شاكر. اللورد عبد الله العيدة، البحث عن عدم الخسارة، سجل عدم الخسارة، البحث عن تعويض فارق الهدف. 2-1 وضربة جزاء للسيلية. ضربة الجزاء. تعادل التعادل التعادل. إصرار وإصرار السيلية. رقم 5 ونقطة للسيلية، ورصيد خالي من الخسارة، يرفع رصيده رقم 12 في واحدة من أجمل المباريات التي لعبت في بطولة الدوري حتى الآن. تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، تقي وياكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة. نعود للزملاء الأعزاء، خالد الفضلي، عادل الملا.